السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما مش ناقصين. يومكم حلو ان شاء الله زي الحلو اللي هنعمله النهاردة. والنهاردة بقى هنعمل الكشري الحلو بناء على طلباتكم، فهنعمله كده بطريقة سهلة وان شاء الله يعجبكم جدا. العلبة بتتباع برقم، فاحنا هنعمل موضوع ونطلع علب كتير ان شاء الله مع بعض. دي وصفتنا لحلقتنا النهارده، مكونه من كذا بقى لاير وكذا طبقه كده، فان شاء الله يعني وصفه سهله جدا وهتعجبكم باذن الله. كمان النهارده السبت ميعادنا مع السوشيال ميديا، والنهارده عندنا انستجرام وفيسبوك، انستجرام على العزومه وبي ان سي، وفيسبوك على الايه البيج العزومه، تمام؟ مستنياكم هناك كل اسئلتكم تعليقاتكم وهنقراها مع بعض ونشوف كمان تطبيقاتكم ان شاء الله اللي دايما بتساعدنا كده وتفرحنا. يلا بينا بقى كده نفتكر مع بعض رقم التليفون اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلاله. الرقم بتاعنا هو 02-38-35-22-7 وفي انتظار مكالماتكم. تعالوا بينا نبدأ يلا نشوف هنعمل ايه والطبقات بتاعتنا عبارة عن ايه. عندنا بقى النهاردة لفة جلاش، تمام؟ عندنا سمنة، كمية سمنة لطيفة كده هنشوف مع بعض. سيرب يكون متوسط القوام ويكون بارد اللي هو شربات الحلويات. هنحتاج كمان كنافة متفرزة، مانجا متقطعة مكعبات، ودي كده ايه طبقة الكنافة وطبقة الجلاش. عندنا صوص ابيض لطيف كده اللي هو الصلصة بتاعت الكشري بتاعتنا النهاردة، هيكون عبارة عن لتر من الحليب، نص كوباية من الشوكولاتة البيضاء المبشورة، هنحتاج كمان نص كوباية من السكر، 4 معالق كبار زبدة وزيهم دقيق، معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. ده كده ايه صوص الكشري او صلصة الكشري. البيز بتاعنا النهارده والاساس الرز في الكشري هيكون رز بلبن، والرز بلبن طريقته معتمدينها من سنين السنين، الطريقه بتاعتنا السهله اللذيذه دي اللي هي عباره عن كيلو لبن. هنحتاج له نص كوبايه رز ابيض مغسول ومتصفي، نص كوبايه من اللبن البارد دي هنحتاج عشان ندوب فيها، معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من الكريم شانتي الباودر، ومعلقه صغيره من الفانيليا السايله. كمان طريقه التسويه بتاعت الرز بلبن بتاعتنا يعني بتختلف، وطريقه سهله جدا بتوفر عليا الغاز وتوفر عليا كمان الوقت. بعمل ايه؟ بغسل نص كوبايه الرز، تمام، واحطها في الحله، وكل كيلو لبن بيحتاج نص كوباية رز وبس. حطيت الرز هحط عليه اللبن واخدهم بقى كده وعلى البوتاجاز علشان يغلوا، واقلبهم طول ما هم على النار بيغلوا لازم اقلبهم، ومجرد ان اللبن والرز يغلوا مع بعض بغطي واطفي، بغطي واطفي. اول ما الاقي الرز واللبن كده مع بعض غليوا كويس بغطي عليهم بغطا واطفي عليهم، تمام، واسيبهم ساعه. بعد الساعه ايه اللي بيحصل؟ تعالوا نشوف كده ايه اللي بيحصل. انا رجعت حطيتها على النار تاني، يعني بعد ساعه برجع اولع عليها النار تاني، بس بلاقي ان الرز خلاص استوى تماما. انا عايزاه يبان معانا بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا معايا، بصوا الرز ضايع، ده عشان اتنقعت ساعة بحالها وهي متغطية في اللبن المغلي، تمام؟ يبقى نقول كمان الرز مع اللبن على النار، تمام؟ اللبن بارد والرز مغسول، حطيته مع النار غليوا كويس جدا جدا، طفيت وغطيت. بعد الساعة سيبهم ساعة كده من غير ما يكونوا على النار خالص، بلاقي ان الرز بقى بالشكل ده استوى. طب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ تعالى اقول لكم الخطوة اللي بعد كده ايه. احنا ولعنا عليه النار تاني بقى. الخطوة اللي بعد كده ان انا باخد نص كوباية اللبن بحط عليها النشا، وحط عليها كمان الكريم شانتي، وابتدي اقلبهم مع بعض كويس عشان انزلهم على الرز بلبن بتاعنا علشان نربط القوام، وكمان ندي طعم غني علشان الكريم شانتي اللي احنا حطيناه. فين السكر يا شباب بتاع الرز بلبن؟ تمام، نحط السكر على اللبن، تمام، ونحط كمان الكريم شانتي مع النشا، واحنا بنحط لازم نقلب علشان النشا ما يكتلش بالشكل ده. سيبهم بقى كده ايه يبتدوا يلفوا ويغلوا، هتلاقي بقى القوام بدأ يتقل معاكي بالشكل ده، ما شاء الله تحفة.
واخر حاجه بقى هبتدي احط الفانيليا، وبكده يكون الرز بلبن اللي هو اساس الكشري معانا النهارده بقى جاهز للتقديم. تمام، حلو قوي القوام ده. مقدار نص كوباية رز الكيلو اللبن مقدار مميز جدا وبيديكي نتيجة هايلة قوي قوي للرز بلبن. في ناس ممكن تزود الرز شوية فتلاقي بعد ما تصب الرز بلبن في الأطباق تلاقي الرز كتير كده وناشف كده وطعمه مش لطيف. كل ما كانت كمية اللبن هي اللي كتيرة بيديكي طعم وقوام كريمي جدا وغني جدا للرز بلبن. والله عندنا بقى في البيت معلقة قشطة كده موجودة فأقدر أضيفها برضو هتدي طعم غني جدا للرز بلبن. الرز بلبن مجرد ما يغلي خلاص هو كده بقى جاهز إن احنا نغرفه ونقدمه في الأطباق. تمام، فتعالوا بينا بقى إيه، يلا نشيله من على النار عشان يهدى شوية قبل ما ابتدي أصبه في الأطباق بتاعة التقديم. خلصنا أول حاجة وهي الرز بلبن، طريقة سهلة ومضمونة ولذيذة، وكمان عايزة أقول لك إن هي بتوفر في الغاز. طيب تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل إيه تاني. عندنا الجلاش وعندنا الكنافة. بداية كده الكنافة لازم تكون متفرزة، يعني حطها في الفريزر علشان لما اجي اطلعها من الفريزر وافركها كده فتتفرك على طول وتبقى مش شعيرات طويله، تبقى قصيره. تمام، مجهزه سمنه تكون سايحه، مش عايزه حاجه تاني، الجلاش او الكنافه مع السمنه وبس. احط كده في الصاج بتاع الفرن، بصوا ادي الكنافه متفرفره خالص اهي وقصيره. ايوه، ومعانا الحاجه فاطمه على التليفون. الو، السلام عليكم، ازيك يا استاذه فاطمه؟ اهلا اهلا، ازاي حضرتك عامله ايه؟ انا بقالي شهر عايز اكلمك مش قادره. ياه، شهر بحاله. انا فاطمه زيك، بحبك جدا يا روحي، جدا جدا لاخلاقك وذوقك والله ادبك والله. ربنا يعزك، ميرسي ميرسي لحضرتك. انا 60 سنه من اسوان. اهلا 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 وسهلا حبايبي والله. كويسه حبيبتي؟ الحمد لله في نعمه والله العظيم، تسلمي لي. السؤال صغير بس. اتفضلي. انا احنا مالناش في كفته لحمه الجمل، ممكن اعمل كفته الرز باللحمه العاديه؟ اي لحمه؟ طبعا عليه. ايوه، باللحمه الكندوز، في لحمه يعني كندوز لحمة كمان بتبقى بتبقى كبيره شويه، بتبقى لطيفه جدا. يعني مش اي حاجه مثلا ضاني الحاجات دي؟ لا، بالضاني صراحه انا ما جربتهاش، وبعدين مش هتنفع لان نسبه الدهون فيها عاليه فهتخليها تطرقع كده وهي بتتحمر ومش هتديكي الشكل اللي احنا عايزينه. يعني فخليكي في الكندوز احسن. العجالي بالظبط، ولما يكون كبير في السن كمان هيديكي نتيجه حلوه. والله انا فرحانه جدا جدا عشان كلمتك. يا روح قلبي، تسلميلي تسلميلي يا حاجه فاطمه، انا اسعد والله. سلامي بقى لكل حبايبي في اسوان، تسلميلي يا روح قلبي. انا كده اخدت الكنافه تمام وحطيت لها السمنه ودخلتها، هدخلها بقى دلوقتي الفرن. هفردها بس كويس قوي علشان تتحمر، والفرن على اخره على اعلى درجه حراره، والنار او الفرن شغال بقاله فتره فالنار حاميه جوه والفرن سخن جدا. يلا بينا على طول على الفرن، على الرف الوسطاني بقى علشان تحمر فوق وتحت. هايل، ودي كانت الكنافه. تعالوا بينا بقى كمان نعمل على طول الجلاش. والجلاش بقى اي لفه جلاش مركونه عندك كده في الفريزر هتنفعنا جدا، مش لازم تكون طازه وطريه والكلام ده كله، لا والله مكسره هتنفع برضو. فتعالوا ناخد كده صاج فرن، يلا بينا. وادي لفة الجلاش، هبتدي بقى ايه اخد ورقتين ورقتين او ورقة ورقة زي ما يطلع في ايدي بقى. تمام، متكسرة متقطعة ما عنديش مشكلة. تمام، وابتدي بقى اكشكشها بالشكل ده. وناخد هايدي، ازيك يا هايدي، خليها موسعة كده ما تضايقهاش على بعضها، خليها كده ايه منعكشة شوية. يا هايدي الو، ايه عامله حضرتك؟ ازيك يا هايدي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ايه الاخبار؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي منوراني. ممكن عايزه اقول لك الميني بيتزا؟ عايزه الميني بيتزا؟ حاضر. عينيا الاثنين يا هايدي.
انا بحبك قوي يا وانا بحبك قوي قوي. نورتيني يا روح قلبي، نورتيني لذوقك. حالا يا استاذ حمدي حالا، خلص بس الصينيه نفس ثواني هخلصها، لا تقلق. ادي زي ما انتوا واخدين بالكم كده بكشكشها وبحطها، وبحطها مفروده مش بضمها على بعض، عايزاها تبقى مهويه علشان تتحمص من كل الاتجاهات. تمام ادي، اعتقد ان دي هتكون اخر واحده معانا اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اتفضل يا استاذ حمدي. الكنافه نقدر نحمرها على طاسه ونقدر ان احنا ندخلها الفرن، بس انا دايما بحب تحميره الفرن. ليه؟ لان اللي على الطاسه دي لو ما زودناش السمنه، حطينا سمنه بزياده، مش هنعرف نحمرها وكلها تبقى نفس اللون، هتبقى شويه بيتحمروا شويه اتحرقوا شويه بيض كده، يعني مش هتطلع معانا مظبوطه قوي يعني. ابتدي احط بقى سمنه سايحه هنا على الجلاش، تمام، عشان انا محتاجه هو كمان يدخل كده يتحمر زي الفل، واوزع كده بحيث ان انا اخلي السمنه تتغلغل كده وتخش كل الاجزاء بتاعت الجلاش. وبعد كده خلاص بقى جاهز معانا، يلا على الفرن كمان على الرف الوسطاني علشان ياخد لون وعلى اعلى درجه حراره. وناخد زهره. يا زهره الو. الو. ايوه ازيك يا زهره، عامله ايه؟ عايشه يا فاطمه، عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، اخبارك؟ تمام الحمد لله، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي في نعمه، طمنيني عليكي. عايزه اسالك على طريقه الحواوشي. خلطة الحواوشي صح كده؟ عيون عيوني الاثنين، عيوني يا زهرة، نورتينا يا حبيبة قلبي، ميرسي لاتصالك. زي ما انتم شايفين كده انا براقب طبعا الكنافة لانها شعيرات رفيعة، فعلى طول بتلقط اللون وتاخد لون قوام قوام، فعلشان كده من وقت للتاني بطلع الصاج واقلبه وبعدين ادخله تاني علشان يحمر. كده احنا عملنا ايه؟ عملنا الرز بلبن، حطينا الكنافه تتحمر، وحطينا كمان الجلاش يتحمر. وهنا نبص بص قبل ما نخرج كده فاصل، زي ما انتم شايفين الرز مع اللبن زي ما قلت لكم كده ايه، غليوا مع بعض بالشكل ده، تمام اهو غليوا. هغطي واطفي واسيبه بقى ساعه، وبعدين زي ما بدأنا كده في الحلة دي هنلاقي الرز كده ان هو استوى والدنيا تمام، احط بقى اللبن مع الكريم شانتيه ومعاه النشا واقلبهم واحطهم واقلب، واحط الفانيليا واحط السكر، يغلوا غلوتين وبكده يكون الرز بلبن معانا جاهز. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، ويلا بينا بقى نغرف الرز بلبن علشان يبرد في القوالب بتاعته. ممكن نستخدم العلب او نعمله في بايركس على بعضه كده اللي احنا حابينه. انا هعمل في الاتنين عشان يبقى باين معانا كده الطريقتين. طبعا بنعمل طبقه كده لان لسه في حاجات تانيه هتتحط، فنعمل حسابها ونسيب لها مكان. ونحط بقى باقي الرز بتاعنا في البايركس عشان نعمل كده ايه، بايركس كبير على بعض. خطير الرز بلبن كده، تمام جدا. جهزنا القوالب بتاعتنا، حطينا فيها الرز بلبن علشان لازم يبرد. ليه لازم يبرد؟ علشان لما ابتدي احط عليه بقيه الحاجه ما يطريهاش، يبقى خلاص برد كده، فكل حاجه تتحط تفضل مقرمشه زي ما هي. طبعا البخار اللي بيطلع ده هو ده اللي بيبرد، لو حطينا كنافه حطينا الجلاش فضروري جدا يكون برد. فتعالوا بينا نحط بقى نرصه هنا يا استاذ حمدي علشان ايه، يتهوى براحته، عشان نشوف هنعمل ايه تاني.
نعم. وملك على التليفون يا ملك. الو. ايوه ازيك يا ملك. الو ازيك يا شيف فاطمه؟ ازيك يا روح قلبي؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا حبيبتي منوراني. ده نورك، انا بحبك قوي. ميرسي يا روح قلبي، تسلمي لي كلك ذوق. طب لو سمحت ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اه طبعا عيوني، اتفضلي. عايزه اعرف طريقه الكايزر والكاتشب. الكايزر والكاتشب، حاضر عينينا الاثنين، نزلهم لك اخر الحلقه، جهزيهم يا ريهام من فضلك. نورتينا يا ملك. يلا بينا نبص كده اخبار الكنافه بتاعتنا ايه. زي ما قلنا الكنافه كده من الحاجات اللي على طول على طول بتاخد لون، فضروري ايه ان انا اطلعها كل شويه ابص اللون الجميل بتاعها، بس لازم اقلبها علشان اتاكد كده ان هي ايه كلها نفس اللون. اقلب وادخل كل شويه. طبعا سامعين صوت القرمشه. وارجع اقفل تاني وادخل فرن تاني عشان برضو تكمل التحميصه بتاعتها. يلا بينا. ودايما كده مركزين معاها. نبص كمان على الجلاش، لسه شويه خليه ياخد لونه براحته. تعالوا نعمل بقى صلصه الكشري. وصلصه الكشري بتاعتنا النهارده، نعم المقادير تاني تمام، حلو قوي. تعالوا بينا بقى ناخد الدقيق وناخد الزبده. عارفين صوص البشاميل؟ هو بالظبط صوص البشاميل الحادق، بس هنحوله لصوص بشاميل حلو. بمعنى ايه؟ هاخد هنا 4 معالق دقيق 4 معالق زبده، واروح على البوتاجاز حطيت حل على النار، انزل الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى تسيح من غير ما تتحرق علشان ما تغمقش معايا الصوص بتاعي، فلازم كده الزبده يا دوبك تسيح بدون ما تتغير لونها ولا تتحرق. قصاد كل معلقه زبده معلقه من الدقيق. هايل. تعالوا بينا ننزل يلا بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب فيه على النار بقى لغايه ما احس ان الدقيق استوى، بس ايه فاضل ابيض زي ما هو وما غمقش. من الحاجات المهمة اللي بتمنع عندك تكتلات الصوص البشاميل سواء بقى حلو أو حادق، إن لازم تكون أو يكون الدقيق ناعم، ما يكونش بصوا يعني بصوا الجزئية دي طبعا عشان لسه فيه زبدة ما صحتش، هتلاقوا هنا فيه كده كلاكيع، الكلاكيع دي ما بتروحش، فأنتي لو الشكل بالنسبة لك كده لا يبقى محتاجة زبدة، لازم تحطي زبدة تمام. بس أنا بقول لكم يعني إن ده الشكل عشان لسه الزبدة ما ساحتش، إنما لو أنتي حطيتي والزبدة ساحت وكل حاجة ولقيتي إن الدقيق متكتل بالشكل ده، فأنتي كده محتاجة مادة دهنية علشان تخلي الدقيق معاكي ناعم، وبالتالي ما يكتلش منك بعد ما تحطي اللبن. وهوريك برضو الشكل دلوقتي عامل إزاي لما تكون الزبدة مظبوطة. برضو دي من الحاجات المهمة جدا عشان يظبط معاكي صوص البشاميل ايا كان هو حلو ولا حادق. بصوا معايا كده، بص شكل الدقيق، الدقيق ناعم ازاي. شفتوا من شوية كان عبارة عن ايه؟ فتافيت، كتل 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 جنب بعضها. دلوقتي لا، الدنيا ناعمة خالص تمام. ده علشان يطلع معايا برضو صوص البشاميل ناعم جدا. هقلب الدقيق مع الزبدة على النار شوية كده بدون ما الدقيق يغير لونه للون الغامق، ضروري جدا. هحضر اللبن، وعندي هنا للاربع معالق دقيق عندي لتر من اللبن، ومحتاجه ويسكي يا جماعه. لتر اللبن تمام يكون بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش اللبن يكون متلج ولا يكون سخن. اللبن السخن هيخلي الدقيق يكتل مننا بسرعه، واللبن الساقع قوي هيخلي نطول معانا شويه. فخلينا كده اللبن بدرجه حراره المطبخ، طلعه يعني متلجه قبليها بشويه كده تمام. وزي ما انتم شايفين بصوا ده القوام اللي احنا عايزينه للدقيق مع الزبده، بصوا عامل ازاي ناعم جدا ازاي، هو ده المطلوب. نعم.
ومعانا هويدة. يا هويدة الو. الو ازيك يا هويدة عاملة ايه؟ اهلا مرحبا شيفة فاطمة، ايه عاملة؟ الحمد لله في نعمة يا حبيبة قلبي. الله يخليك، انا بحب الجو يا شيفة فاطمة والله. ميرسي يا روح قلبي، تسلميلي. انت منين قوليلي؟ احنا انا من جنة. اهلا اهلا، منورين. ده بنورك والله حبيبتي. الله يخليكي، لو سمحتي عايزة طريقة بلح الشام. حاضر. الله يخليكي. وايه كمان بس كده؟ عيوني الاثنين. شكرا شكرا لك. عيوني يا روح قلبي، نورتيني. انا عايزه ابص بس كده، القي نظره سريعه على الجلاش والكنافه. طلع الكنافه كده، حلو قوي ولونها خطير. خليها بقى كده، وهحط اللبن على الدقيق علشان ما يتحرقش مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاجه الوسك ضروري. تمام، بالمضرب طبعا بيسهل علينا جدا جدا ويفك معانا على طول الدقيق في ثواني. بنقلب بقى كويس جدا الدقيق مع اللبن، بعد ما طبعا حمرنا الدقيق مع الزبده حطينا له اللبن. تمام، بنقلبه كويس قوي لغايه ما يفك تماما، ويبتدي بقى القوام يتقل مع استمراريه الغليان. طول ما اللبن على النار كده يبتدي يغلي بقى، تلاقي القوام عمال يتقل معاكي. عندنا ايه من المكونات؟ عندنا السكر، عندنا الفانيليا، هبتدي اضيفهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونكمل تقليب. هتلاقي بقى القوام كريمي جدا، مفيش اي تكتلات نهائي. عايزه بس والكنافه سخنه كده ابتدي احط لها شويه شربات متوسط القوام. معلش هاخد كده. كده الدنيا تمام معاك يا استاذ حمدي؟ بصوا بقى الكنافه خطيره، اخد لها كده معلقتين بس. تمام، مش عايزين اكتر من كده. واقلب. طب ليه ما حطيتش شربات كتير عشان يحللي الكنافه كويس؟ عشان الكنافه هتاخد من الصوص الابيض اللي احنا عاملينه ده، اللون خطير. شايفين ده اللي كنت بتكلم فيه، ان تحميصه الفرن احلى كتير جدا من تحميصه البوتاجاز او الطاسه يعني. بس كده خلاص، كده الشعريه بتاعت الكشري بقت جاهزه. خليها بقى هنا، ونروح نبص بصه سريعه كده على الجلاش. نعم، ناخد اسراء على التليفون. يا اسراء الو. بصوا اللون معايا، بس لسه محتاجه شويه كمان. الو يا سي. اهلا اهلا، ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ ندخلها تاني تكمل. حبيبه قلبي تسلمي لي يا اسراء، كلك ذوق. كنت عايزه طريقه اللانشون اللحمه. لانشون اللحمه، حاضر يا حبيبتي. حاضر، عيوني ليك يا اسراء، نورتينا. كان في شويه لبن انا حجزاهم كده من المقدار، وقلت اشوف بقى هحتاجهم ولا لا، فصراحه احتاجناهم ونزلناهم اهو عشان يبقى القوام حلو جدا. عندي بقى نص كوبايه كده من الشوكولاته البيضه المبشوره، ودي اللي هتدينا طعم حلو جدا للصوص. هحطها وهرفع الصوص خالص من على النار طالما غلي خلاص. تمام، الشوكولاته مش محتاجه حاجه خالص غير ان انا احطها وابتدي اقلبها، هتلاقيها ساحت وفكت معانا وادت لنا بقى طعم لذيذ وقوام حلو جدا جدا. يبقى كده خلصنا صلصه الكشري الخطيره اهي، تحفه جدا. عملنا كمان الكنافه جاهزه معانا، والرز بلبن كمان، وغرفناه وبرد معانا، يعني كل حاجه دلوقتي جاهزه، فاضل بس ان احنا نقدم ونغرف كل حاجه مع بعضها. هنطلع فاصل صغير خالص تكون فيه او يكون فيه الجلاش خلاص كمان اتحمر، ونرجع لكم نشوف هنعمل ايه. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
ورجعنا لكم تاني، وتعالوا بينا بقى نطلع كمان الجلاش من الفرن. اخد اللون التمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه بقى يكون اتحمر فوق وتحت. بصوا معايا كده، تحفه، شكله خطير. طيب يعني عشان لو في دهون زياده ولا حاجه موجوده، فانا بفضل ان انا ارفعه من الصينيه دي ونحطه في صينيه تانية، علشان ايه؟ يبقى السمنه قلت كتير معانا. تعالوا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. قرمشه بس، شايفين كل واحدة عملناها طلع لوحدها، والسمنة اللي فاضت مننا دي ينفع نستخدمها تاني. تمام، يبقى كده قللنا خالص كمية الدهون اللي معانا، ونسيب بقى الجلاش يبرد. ضروري لما هيبرد هيقرمش أكتر وهناخد نتيجة أحسن. خلاص كده جهزنا كل حاجة قدامنا، عملنا الأساس بتاع الكشري، الرز بلبن، عملنا الصلصة بتاعت الكشري، عملنا كمان الشعرية بتاعت الكشري وهي الكنافة، وعملنا البصل بتاع الكشري اللي هو الجلاش، وكل حاجة كده إيه تمام وجاهزة. طب إمتى أسقي الجلاش؟ أسقي الجلاش لما يبرد شوية، عشان لو سقيته دلوقتي هيطريه شوية معايا، فأنا محتاجة يبقى مقرمش قوي، فهستنى يبرد خالص وبعدين أديله الشربات اللي هو متوسط القوام، تمام، مايل للتقيل شوية، يعني لو عندي عسل أبيض هيبقى أفضل. ومعانا تليفون؟ معانا تليفون؟ حبيبة؟ أم حبيبة؟ يا أم حبيبة ألو؟ إزيك يا حبيبة قلبي؟ أهلاً أهلاً، إزاي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله، وحشانة قوي أقسم بالله. يا روح قلبي تسلميلي، كلك ذوق. أنا مبسوطة قوي إن أنا بكلمك، أه والله العظيم. أنا أسعد والله يا حبيبة قلبي، منوراني. أنتِ عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله في نعمة يا روح. أنا بستناك كل يوم وبحب وصفاتك قوي، الحاجات الجميلة دي. إيه رأيك؟ حاجات عسل والله. والله أنتِ العسل. تسلميلي ويسلم لي ذوقك. عايزة طريقة الطاجن بالفراخ. طاجن فراخ؟ أيوه. فراخ بإيه؟ ولا فراخ بس؟ طاجن بالفراخ بس. حاضر، عيوني ماشي بقى. يعني فريك ولا طاجن رز بالفراخ؟ عايزه طاجن بالمكرونه. بالمكرونه، اوكي تمام، حاضر، عينيا الاثنين يا حبيبتي. عينيا يا ام حبيبه. ورقمي كمان فوق الطاجن. حاضر، نورتينا يا ام حبيبه. بصوا كده، صح، بصوا الجمال، يعني عايز اقول لكم اصلا الطعم هيبقى خطير. احنا حطينا كده الرز بلبن تحت، ولما برد، تاكدوا ان هو برد، ابتدي احط بقى طبقه الشعريه او الكنافه فوقيه. لو فاكرين الكنافه دي كانت واخده معلقتين بس من الشربات مش اكتر، علشان احنا لسه بنحط لها من الوايت صوص اللي احنا عاملينه، فايه يبقى السكر معقول ما يبقاش كتير. اوزع كده الكنافه، والله يا ريهام يعني بصي على القد اهو الحمد لله. لا لا خالص، انا واثقه من ده 100%، مش انا لا. ايه الجمال ده، تحفه. خلاص حطينا كده كل الكنافه بتاعتنا، وناخد ام عمرو على التليفون. يا ام عمرو الو. ايوه يا روح قلبي، اهلا اهلا، ازيك يا ام عمرو؟ صباح الفل عليك يا حبيبتي، مساء السعاده. اول مره اكلم حضرتك والله يا روح قلبي، منوراني، مش اخر مره ان شاء الله. اول مره اكلمك والله، وانا متشرفه بحضرتك والله العظيم. حبيبه قلبي، يعني اتمنى اكلمك من هناك، مش عارفه اوصل. يا حبيبه قلبي منوراني والله، ان شاء الله تتصلي بينا كده على طول. طيبه وفرحانه بولادك، ويديك الصحه والعافيه ويحسن ما بين ايديك يا واياك يا روح قلبي، واياك تسلمي لي وما تحرمش منك. لما انا ام عمرو من اسكندريه. اهلا اهلا، منورانا كل حبايبنا في اسكندريه. اهلا بيكي، اهلا بيكي، اهلا بيكي، ويحسن ما بين ايديك يا رب. واياك يا روحي، واياك ان شاء الله. انا كنت اكلمك والله من زمان والله، بس مش عارفه اوصل يعني. حبيبتي يا ام عمرو والله، تسلمي لي.
اتفضلي يا ام عمرو، ليكي اي سؤال؟ اه طبعا، اي خدمه يا استاذ حمدي. زي ما انتم شايفين بقى الصوص الابيض اللي احنا عاملينه ده خطير، تمام، هيدي طعم حلو جدا. عايزاكم تتخيلوا النكهات دي مع بعض كده، ولما تكون بقى ساقعه كده يا تحفه. عشان كده ما حطيناش ايه شربات كتير للكنافه، عشان الصوص ده هينزل بقى على الكنافه يحليها. لو لقيتيه تقيل قوي فبتخفيه بشويه لبن، تمام، عشان يبقى قوامه خفيف شويه. كده طبقه الصلصه او الصوص حطيناها حلو جدا. هنا بقى في خيارين، نحط البصل الاول بتاع الكشري، وهو بقى ايه الجلاش اللي احنا عاملينه ده. بس تعالى الاول قبل ما نبتدي نحطه نبتدي نكسره ونحط له بقى شويه ايه شربات. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين صوت القرمشه؟ بصوا، تحميصه تحميصه، يعني مش اي تحميصه بصراحه. نقلب كده وناخد دول. حلو قوي. وعشان بقى الطعم يحلو اكتر هبتدي احط عليه بقى الشربات، والشربات هنا يكون متوسط او زي كده ايه العسل الابيض. وانا اكتفي كده، هقلب بقى كله مع بعضه عشان يتشرب كده من الشربات. وناخد مريم على التليفون. يا مريم، الو. الو، ازيك يا فاطمه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا روحي، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. تبعتي من زمان وكان نفسي اشوفك من زمان. يا روح قلبي منوراني والله، تسلمي لي. ربنا يحسن مزاج ايديك يا رب. واياكي يا روح قلبي، واياكي. اتفضلي يا حبيبه قلبي، ليكي اي سؤال؟ كنت بسلم على حضرتك بس. حبيبتي نورتيني واسعدتيني باتصالك، ميرسي لذوقك والله، تسلمي لي. انا يا جماعه اروح اجيب بقى ايه معلقه احط بيها بقى في البولات الصغيره. يا سلام يا استاذ حمدي، يا سلام يا ابداعاتك. بالظبط، نقدر نحط طبعا زبيب ومكسرات، ده مكان الحمص على راي استاذ حمدي يعني، فالموضوع بقى ليكوا فيه مطلق الحر. ابدعوا يا جماعه. بصوا انا هحط كده على النص، عارفين ليه؟ عشان النص التاني بقى ده هحط عليه مانجا. تمام، انا عايزاكم تتخيلوا الطعم والقرمشه اللي موجوده والرز بلبن الكريمي اللي موجود مع صوص او الوايت صوص اللي احنا عاملينه. لا الموضوع لذيذ جدا. خلص كده حاجه حاجه. وناخد اماني. يا اماني، الو. ازيك يا شيف دعاء؟ حبيبتي معاكي شيف فاطمه. الو، ازيك يا شيف؟ ايوه شيف فاطمه، انا اسفه معلش. ولا يهمك يا روح قلبي، واحد اخبارك ايه؟ تسلمي لي يا روحي، نوراني. الحمد لله في نعمه والله، بقالي فتره معلش. حبيبه قلبي منوراني والله، تسلمي لي. ربنا يخليكي، كلك ذوق يا رب. حبيبتي لينا اللي كانت مكلماكي على الايس كريم عايزه اتكلمك. حاضر، اهلا، ازيك يا لينا؟ اهلا اهلا، ازيك يا لينا، عامله ايه؟ انا فاكراكي. بحبك قوي قوي قوي. انا بحبك قوي 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 قوي. عسل ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها يا حبيبه قلبي.
الو رحتوا فين؟ لينا ومامت لينا. طيب يلا بينا بقى نحط بقى ايه. اه كويس معايا على الخط انت يا ريهام. تعالوا نحط بقى المانجا. يا سلام يا سلام. حد يقول لي بقى ايه الجمال ده؟ تسلموا والله العظيم. الله يخليكوا تسلموا يا رب. لا يعني حاجه كده يعني ايه من الاخر. نحط بقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم؟ الطبقات بتاعته حلوه، اهم حاجه ان كل طبقه لوحدها لذيذه لوحدها، فتخيلوا بقى كله مع بعضه كده هيبقى عامل ازاي؟ اه اكيد طبعا نقدر بقى في التوبنج ده نحط مثلا نحط شوكولاته قابله للدهن، ونحط كمان صوص لوتس مثلا مع البسكوت. لا وبسكوت الشوكولاته مع الشوكولاته برده هيبقى لذيذ جدا. بس انا بصراحه حبيت المانجا جدا، لانها اولا خلاص بقت كويسه في السوق وسكرت وبقت جميله، ثانيا بحسها مرطبه اكتر واخف كتير من شوكولاته يعني. وطبعا كل واحد له مطلق الحريه بقى يحط بقى اللي هو ايه عايزه. وناخد ام احمد على التليفون. يا ام احمد الو. الو. اهلا اهلا. اهلا بك. ازيك يا روحي عامله ايه؟ انا تمام والله. انت عامله ايه؟ وحشانه قوي. انا في نعمه الحمد لله يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. انا بحاول اكلمك من بعد العيد. ياه نورتيني. طب ايه بقى كان سؤالك من بعد العيد على طول؟ اه. طب قولي لي يا حبيبه قلبي، عايز تقولي لي ايه؟ اتفضلي. عايزه طريقه السمبوسه. بس كده السمبوسه العجين ولا الحشوات؟ الاثنين. حاضر حاضر يا روح قلبي، نورتيني واسعدتيني باتصالك، ميرسي لذوقك. احنا طبعا ممكن نطلع فاصل ونرجع من بعدين نفتح بقى السوشيال ميديا مع بعض ونشوف تعليقاتكم ونشوف كمان تطبيقاتكم الجميله. يلا اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. تاني ويلا بينا بقى فقرة السوشيال ميديا. ودلوقتي تقدروا تكتبوا لنا تعليقاتكم وتبعتوا لنا تطبيقاتكم على بيج برنامج العزومة، وكمان على انستجرام على العزومة او على بي ان سي. وانا في انتظار تعليقاتكم، هنقراها دلوقتي مع بعض. تمام ويلا بينا. انا دلوقتي على برنامج العزومة على الفيسبوك. تعالوا بينا كده نشوف غزل بتقول ايه. وغزل بتقول لي ازيك يا احلى فطومه في الدنيا، انا بحبك جدا جدا والله. ممكن طريقه عمل الكشري الحلو تنزل تاني على الشاشه؟ ممكن يا استاذ حمدي. طريقه الكشري تنزل تاني المقادير بتقول لي، عشان بصراحه شكله يفتح النفس واكيد طعمه تحفه، علشان الشيف فاطمه بوحتي اللي عاملاه. حبيبه قلبي تسلمي لي. وعندنا زكية بتقول لي يا شيف الفاصل بقى بيطول قوي، غلبتوا الأفلام يا شيف. ما ده احنا أحسن. عايزة أقول لكم يا جماعة والله يعني احنا في الفاصل ما بنبقاش بنلعب خالص. في الفاصل بنبقى في حاجة، في خلية نحل هنا بتشتغل، في حاجات بنبقى علشان ما نطولش عليكم وقت مشاهدة البرنامج، في حاجات بتبقى محتاجة ان هي تتعمل وحاجات تتشال وحاجات تتحط، فاعذرونا لطول الفاصل ده لما بيطول. وفي أغلب الأحوال أعتقد ان هو ما بيطولش يعني. مين بتقول لي؟ حد بيقول لي الرز بلبن بجد تحفه، بحبك قوي يا شيف فاطمه وانا كمان بحبكم جدا. وفاء بتقول لي شيف فاطمه بحبك قوي، ممكن طريقه البيتزا الايطالي مش بتطلع معايا مظبوطه خالص، عينينا نعملها. ولاء بتقول لي بحبك جدا يا شيف، اتعلمت منك كتير، ربنا يبارك في حضرتك ويبارك لي فيكوا حبايب قلبي.
عندنا نجمة البحر بتقولي بحبك والله يا شيف فاطمة، يا رب تقري رسالتي، وبنتي كنوز بتحبك قوي ونفسها تطلع شيف زي حضرتك، ممكن بقى تقولي لي طريقة حلوة للحواوشي من ايدك بس كده عيوني الاتنين. تعالوا سريعا كده نقول طريقة الحواوشي. الحواوشي بسيط جدا جدا. اولا بنجيب العيش، لو هنجيب العيش جاهز من الفرن نقول للراجل يخليه نص سوا، وحاولي تجيب الرغيف يبقى صغير شوية. تمام. خلطة اللحمة بقى أكتر حاجة بتدينا طعم للحواوشي هي شوية اللية كده اللي بيتفرموا مع اللحمة المفرومة، لازم وضروري نحط فيه لية كده علشان يبقى اللحمة ما تبقاش حمر قوي فيطلع الحواوشي كده ناشف كده وملوش طعم. لازم يكون نسبة الدهون أكتر من 20% في اللحمة علشان تخلي رغيف الحواوشي كده شبعان من الطعم وبيطلع حلو قوي. خلاص يبقى اللحمه نسبه دهونها 20%. عندنا بقى نسبه البصل للحواوشي للحمه يعني 1:1، يعني هعمل كيلو لحمه فكيلو بصل. تمام. ده اقل حاجه، ممكن نزود عن كده كمان. هنضرب البصل في الكبه مع قرن فلفل حامي وبارد مع طماطميه واحده بس، وهحط معاهم معلقتين طحينه، هحط ملح، هحط فلفل اسود، هحط كبابه صيني، هحط كمان رشه كمون ورشه كزبره، رشه شطه وبس كده، ورشة قرفة. اضربي ده كله بقى مع بعض في الخلاط في الكبة معلش، وبعدين حطيهم على اللحمة وعجيني كويس قوي قوي. تمام. معلقتين الطحينة يفرقوا معاكي جدا في الطعم، وهيخلوا كمان اللحمة ما تكشش معاكي قوي. بس كده. وفردي بقى جزء صغير من اللحمة، ما تخليش طبقة اللحمة في الحواوشي كبيرة. تمام. علشان تستوي معانا على طول، يبقى طبق رفيعة كده من اللحمة جوه الرغيف نقدر نسوي على الطاسة، وانا بفضل جدا تسوية الطاسة. بتحطي في الطاسة وعلى نار متوسطة وتغطي لما ياخد لون من ناحية، بنقلبه الناحية التانية. طبعا الطاسة لازم تدهن بالسمنة او الزيت بس كده. ولما تخلصي كل الارغيفة بتاعتك ممكن تعملها فحماية، بيطلع حواوشي بقى خطير. تعالوا بينا نكمل. معانا المتوكلة على الله عاملة كيك حلو قوي، والكيك ساقيها كراميل. فاكرين كيك دي كيكه كريم كراميل اللي انا عارفاها، بس هي اللون بس غامق شويه، التصوير غامق. انا والكاتشب معانا على الهوا. بصوا كده، ده شكل الكيك ومسقيه الكراميل. ايه فين الكيك؟ ايه دي الكيك وعلى الوش كراميل. تسلم ايدك يا حبيبتي. تعالوا نشوف كمان. عندنا ندى بتقولي احلى شيف، اتابعك من العراق واحب كل وصفاتك وبالنجاح. امين يا رب حبيبه قلبي. مامي الدومي بتقولي طريقه عمل الباميه من غير لحمه وطريقه عمل بتنجان المخلل المسلوق ضروري بالله عليكي. طيب المخلل بتنجان المخلل المسلوق، هتجيبي ميه تحطيها على النار تغلي، الميه دي هتحطي فيها معلقه ملح، تحطي فيها معلقتين خل. تمام. البتنجان بقى بتنقيه حجمه صغير مش كبير عشان يستوي معانا على طول، ولما نيجي نشيل الجزء الاخضر اللي هو في الراس فوق ده بنقمعه، ما بنقطعهوش بالسكينه علشان الميه ما تخشش جوه البتنجان. تمام. يبقى بنشيل كده الجزء الاخضر اللي فوق ده، وبعد ما خلصنا وغسلنا هبتدي انزل البتنجان في الميه المغليه اللي فيها ملح وخل، واسيبه بقى حوالي كده من 10 دقائق ل 12 دقيقه على حسب بقى احط الشوكه كده الاقيها دخلت يبقى استوى. هنخرجه على مصفى ونسيبه يبرد تماما. في الكبه هحط راس توم متقشره، هحط حوالي ربع كيلو فلفل بارد وربع كيلو فلفل حامي، حاولي تنوعي كده من الاحمر والاخضر. هتحطي نص كوبايه خل، هتحطي ربع كوبايه عصير ليمون، هتحطي معلقتين كبار من الملح، هتحطي معلقه كبيره كمون ومعلقه كبيره كزبره. اضربي ده كله في الخلاط في الكبه. تمام. وبعد كده هيبقى عندك كميه حلوه كده، تاخدي منها شويه تبتدي تفتحي البتنجان وتحشيه بالخلطه اللي انت عاملاها دي. خرطي عليه بقدونس، اديله شويه زيت بقى كده وفي علبه واحفظيه يقعد عندك فتره. تمام. في الثلاجه وتاخدي منه ساعه الاكل. ده كده البتنجان المسلوق المخلل، وبقيه الدقه اللي فاضت منك بتحطيها في برطمان وفي الثلاجه برده تنفعك في حاجات كتيره جدا. اما الباميه اللي من غير لحمه زيها الباميه زي الباميه اللي بلحمه، هنجيب بصلايه نخرطها، هنحط حل على النار، ولو عندك حته ليه بقى فايضه كده من العيد هتبشريها او تخرطيها رفيع جدا. لو مفيش هتبقى معلقه سمنه، حطي السمنه او اللي على النار، ولما تسخن هتحطي عليها البصل وتبتدي تشوحي البصل لغايه ما ايه يدبل بس كده. حطي عليه الباميه اللي انت مقمعاها وابتدي قلبيها مع البصل، ولما تتشوح شويه حلوين كده
هتحطي معاها حوالي كوبايتين لو نص كيلو مثلا باميه، كوبايتين من عصير الطماطم، ومعلقه صلصه، معلقه سكر، رشه ملح، ورشه فلفل، ومكعب مرقه، وسيبيهم بقى يتسبكوا مع بعض كويس جدا. بعد ما تسبكوا مع بعض كويس جدا هتحطي ميه وتسيبيهم بقى يستووا. في الاخر بتحطي فصين توم، واحد هتدقيه وتحطيه ني زي ما هو، والتاني هتشوحيه كده على النار مع معلقه سمنه ورشه كزبره، وتروحي طشه بيه الباميه بتاعتك وبالف هنا وشفا. كان نفسي اطول معاكم اكتر من كده، بس ممكن يا استاذ حمدي ناخد تطبيقين؟ طيب بس ماشي. طيب عندنا هنا فراو ميرفت، ازيك عامله ايه؟ عامله النهارده بقى فطيره الجلاش اللي هي بوش بيتزا دي، فاكرينها؟ ما شاء الله عاملاها تحفه، اللهم بارك. عايزه اقول لكم من الفطاير السهله واللذيذه جدا اللي احنا عملناها حبيبتي يا ميرفت. طيب كمان ام حمزه بتقول لي ده احلى منبار العيد، كل سنه وانتي طيبه وبخير، دايما منوره حياتنا يا اجمل بطوط. واو، عامله منبار بقى عادي ومنبار بوبس خطير، تسلم ايدك يا ام حمزه. طيب سريعا برضو عندنا جيهان بتقول لي فتت العيد اللي بالرقبه الضاني والصلصه والخل والثوم، واحلى تطبيق لاحلى وصفات وصفاتك في العيد، ما شاء الله اللهم بارك، كان احلى سيرفيس تعيشي وتعملي لنا الحلو كله يا احلى بطه حبيبه قلبي. الفتة السنة دي كانت خطيرة، الفتة السنة دي الحمد لله كل اللي طبقها يعني شكروني جدا. كانت طالعة ترند وتحفة بجد، ما شاء الله اللهم بارك. لا هي بجد كانت خطيرة، يعني كتير قالوا لي عليها ان هم جربوها عجبتهم. يا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم، ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض في الخير دايما، والنهارده يكون عجبكم الكشري اللذيذ اللي احنا عملناه. يلا جربوا، مستنيين ايه؟ هستناكم بقى يوم السبت الجاي وانتوا عاملينه وتقولوا لي رايكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.